رغم الطقس السيء ضد عبد الفتاح السيسي ونظام الظالم اللي كان وكله في اطار اسقاط هذا الحكم العسكري. جميع اطياف الشعب لاسقاط هذا النظام. انا نازل النهارده ولا يهمك يا رغم البرد ورغم الشتاء ورغم اللي احنا فيه برضه مكملين للنهايه لحد ان شاء الله ما نرجع نشوفه ونلعب الانقلاب والانقلاب لينا ثواب. عشان حق الشهداء ونزل عشان القصاص ونزل عشان البراءات المزيفه اللي هم عملوها والمحاكم العزليه اللي بتحصل، نزل عشان نكمل الثوره اللي احنا بدأناها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا نازلين النهاردة نعلن لكل العالم ان مكملين رغم البرد رغم القهر رغم الظلم، لن نتنازل عن حقوق الشهداء، لن نتنازل قيده والملا. نازلين نقول للسيسي انك قاتل وانك خاين وانك انت ما انت صاحب شرعية، الشرعية للرئيس محمد مرسي. مهما هتعمل مهما هتقتل برضه هننزل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نازلين هنا النهارده مكملين، وعايز اقول للسيسي الخاين القاتل الناس الشعب المصري القوي هتلاقي بقول له منين بقالنا سنه ونص نازلين، تعرف ان احنا مش هنرجع ومكملين ليوم الدين. مهما تقتل مهما تسجن مهما تعمل احنا احرار احرار احرار.